اجتهدوا واجتهدوا يا أهل السنة. الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة. إذاعة مرسال تستمعون الآن. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كتب إلى عماله، وهذا يدل على يعني ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الحرص على التعليم والتوجيه والإرشاد وسياسة الرعية بمحافظتها على أمور دينها، فإنه يعني يكتب إلى عماله يوصيهم بالصلاة والمحافظة عليها والإتيان بها يعني في أوقاتها، وأن لا يتساهلوا يعني فيها، وأن يحافظوا عليها. فكان هذا من نبله وفضله وحرصه واهتمامه بأمور الرعية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كتب إلى عماله قال إن أهم أمركم عندي الصلاة، يعني معناه أن الصلاة هي أهم شيء، بل هي عمود الإسلام كما جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عمود الإسلام، وجاء يعني فيه أحاديث كثيرة تدل على عظم شأن الصلاة، الصلوات الخمس، ويعني فهي أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في خمس صلوات، فهو أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة. ثم أيضا الصلاة يعني تتميز عن غيرها من العبادات ومن أركان الإسلام أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، في اليوم والليلة خمس مرات. وأنت إذا صحبت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تعرف حاله في خلال 24 ساعة في الصلاة، إذا رأيته من المصلين فهذه علامة خير، وإن رأيته من لا يصلي فهذه علامة شر، بخلاف الأمور الأخرى أو الأركان الأخرى فإنها لها أوقات متباعدة. فالزكاة تجب مرة في السنة مرة واحدة، وإذا حال الحول وإذا بلغ النصاب، والصيام شهرا في السنة، والحج يعني مرة في العمر. وأما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. ولهذا يعني كانت الصلاة يعني تميزت عن غيرها بأمور متعددة، يعني منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها عمود الإسلام، وأنها فرضت في السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء ما فرضت عليه وهو في الأرض. وكذلك أيضا يعني لما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون وسورة المعارج يعني خصال المؤمنين بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة في كل من السورتين في البداية والنهاية والباقي بينهما. وكذلك جاء أن تركها كفر، قال العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها وقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وبين ترك الصلاة. وقد جاء عن بعض التابعين أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة، لم يكن شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا فيما يتعلق بالتساهل. وأما إذا كان جحود فأي شيء معلوم دين الإسلام بالضرورة، من جحده كفر، من جحد الزكاة كفر، ومن جحد الصيام كفر، ومن جحد الحج كفر، ومن جحد بر الوالدين كفر، ومن جحد يعني ومن استحل الربا فقد كفر، وهكذا يعني ما كان معلوم من دين الإسلام بالضرورة يعني إذا جحد الإنسان يكفر، ولكن الصلاة إذا تركها تكاسلا فإنه يكفر.